اطيب التحيات بوجه لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا اليوم بحلقه جديده من برنامجكم الصباحي على الموعد دائما انا وزميلتي ناريمان علوش نترافق سوا بكل تنين بهالبرنامج الصباحي يلي فيكم تشاهدوه لايف عبر الفيسبوك والاعاده كل يوم ستة المساء دائما عبر شاشه مريم تي يعني ساعات معدودة بتبقى بتفصلنا عن العام الجديد بنتمنى باخر ساعات هالعام يعني لو كل لو قد ما كان حامل معه مقاسة ومصاعب على بلدنا وعلينا على الصعيد الشخصي بنتامل هيك انه نفتح صفحه جديده ومثل هالدنيا البيضاء اليوم اللي عم نشوفها ونكتب هيك قصة جديدة حلوة من اختيارنا نحنا صباح الخير ناريمان يسعد صباحك منال وينعاد عليك يا رب وعليك يا أنا من ناحية مسامحتك مسامحتي <applause> <applause> خلص ما زال هيك لقينا كل شيء تمام <applause> على قول <جوال> المشاهدين <applause> في عداوه بيننا <applause> ان شاء الله بتكون سنة خير عليك يا رب وعلى جميع المشاهدين ويصير لبنان احلى ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله مثل ما قلتي ناريمان بتعرفي كان الويك اند حافل هيك بالبياض بي بالثلج بتساقط الثلوج خلينا نشوف نحن والمشاهدين حاله الطقس يلا بحالة الطقس لليوم خلينا نبلش نشوف هيك مشاهد فيديوز ببسوا الامل بنهارنا مثل ما عم نشوف هول المشاهد ناريمان عم نشوفهم من المزار هول بيستات المزار من يومين يعني جربت تروحي ال... تتزلجي؟ هلا اليوم فتحت البيست تبع المزار فالعجقه سامه بخبرك طلوع الحمد آه لله يا رب آه كثير مبسوطين بهالمشاهد آه كنا اهم شيء ينتبهوا ل... على الطرقات كمان هلا طبعا آه كنا عم نقول انه ان شاء الله يا رب هيك العطله يجي لهالمغتربين وتتلج بنفس الوقت لحتى نستفيد من الموسم هون عم نشوف جبال آه بعتقد هون بالارز آه هالمشاهد آه ولا اروع ما في اجمل من لبنان الابيض حكيت عنه فيروز <applause> يعني هيك نتمنى كمان ينعكس على دي. ينعكس على داخلنا ويصير قلبنا ابيض كمان ونسامح الكل ونبدا سنه مليانه بالمحبه باذن الله عم نشوف كمان مشاهد من جبال صنين بتعرفي اللبناني هيك دغري ركض يعمل هايك بهالجبال ويتمتع بهالمشاهد مين ما بحب الجبال البيضاء وهالمناظر انا بحبهم من بعيد بس من بعيد <تصفيق> <تصفيق> انا كنت مثلك بمرحله من حياتي ناريمات بس اكتشفت انه ولا اجمل من هيك يعني هي الفكره اللي بيكون عندنا يمكن فوبيا من السقعه أنا تخيلي انه هي أحب سقعه وهيك بس اذا بتكوني دافيه ولابسه <applause> يعني مجهزه لهيك طقس كثير كثير يعني غير شعور شعور, نير نير شعور يعني؟ شعور خلص بنروح يعني سوا مش طبيعي عن جد <applause> كثير كثير حلو فانا بشجع كل المشاهدين انهم يروحوا هون عم نشوف مشاهد من بشري يعني تقريبا كل مش تقريبا كل جبال لبنان عن علو 1300 متر وطلوع تغطيت باللباس الابيض الحمد لله يا رب على هالنعمه يلي اعطينا اياها ببلدنا الحبيب والغالي لبنان وهيك يعني كل المغتربين يلي اجوا يقضوا فرصه العيد حيستفيدوا من موسم التزلج الحمد لله خلينا نحكي عن حاله الطقس بلبنان رح نقول انه رح يضل طقس غير مستقر لهذا الاسبوع مع ثلوج على الجبال رح تضل عم تتساقط الثلوج على الجبال والامطار رح تكون هيك محليه على الساحل من وقت لوقت رح يكون في امطار كل هيدا الاسبوع هيك رح يكون الطقس بسبب منخفضات جويه ريح بتكون سرعتها 65 كيلومتر بالساعه رطوبه 80% الحراره بتتراوح من 17 درجه على الساحل بالنهار لتدنى ل 11 درجه بالليل على الجبال بتكون درجتين بالنهار وبالبقاع خمس درجات يعني هذا هو حاله الطقس حاله حاله غير استقرار وحاله جميله جدا لفتره الاعياد وما خبرتينا وين سهراني بكره والله يا ناري بعد بعدني بلا بلانز <applause> <تصفيق> 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 آه بعدنا بلا بلا بالمبدأ يمكن بالبيت بعد هو أحسن شي بالبيت أصلاً يعني إيه بالمبدأ لا أنا مخصوصاً بهالبرد سهرات برات البيت مية بالمئة والاولاد احلى شيء ايه بحس بذنب بتعرفي تجاه الاولاد انه ما اقضي راس السنه معهم ما بعرف بحب احتفل معهم بحب يمسكوا انا ابني بالأرض. شارتني قال لي انه حابب احتفل معك قلت له اكيد طبعا ايه حلو بتعرفي انه بحس حرام انه هيك نحرمهم انه من هاي البهجه انه يكونوا سوا ما في اجمل بعدين ما في اغلى من اولادنا يعني. يعني. يعني ما في اغلى منهم صراحه انه نقضي معهم هيك سهره وهلا معك ناريمان رح نكون مع فقره اضواء اداره مسرح اسطنبولي وجمعيه تيرو للفنون فعاليات الدوره الثالثه من مهرجان لبنان المسرحي بمدينه النبطيه تحت شعار الحريه لسينما ستارز وذلك بالتزامن مع الذكرى السنويه الثانيه على اقفالها حيث اقيمت وقفه احتجاجيه امام سينما سينما ستارز اللي ما زالت مقفله وبحضور حشد من الاهالي والطلاب قدمت الراقصه الفلسطينيه الامريكيه ليلى عوض الله عرض بعنوان عمود فقري وعرضت مسرحيه شكسبير بالبرلمان العراقي مقداد المقدادي وقدمت فرقه تير وللفنون عرضه شي تكتك تك شي تيعه أيوة. اللي بيتناول <applause> الاوضاع الراهنة بلبنان بيشبه الاوضاع الرهن يعني الاسم. حلو العنوان مغري <applause> شي شي تك تك شي تيعه مغري يعني للحضور صح كما عرضت مسرحيه ما بعد الموت للمخرج محمد العامري واختتمت فاعليات المهرجان بمعرض رسومات للطلاب وبكرنفال شارع عبر عبر باص الفن والسلام اللي جال الأحياء النبطية اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد داوود أنه لبنان نموذج حضاري للمنطقة والعالم وأنه لبنان عم بعيش أسوأ أزمة مالية وسياسية وأكد أنه مسيرته الثقافية مستمرة بإيمان أبنائه وعنادهم مواقف داود كانت خلال رعايته وضع حجر الأساس لإطلاق أشغال مشروع إنشاء المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفاتور بدبي واللي بتموله جمهورية الصين الشعبية بهبة عينية تقدر ب60 مليون دولار على مساحة تقدر ب28 ألف متر مربع على أنه يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة بتزيد عن ما بتزيد عن ثلاث سنوات تم افتتاح مسرحيه اليس ان واندرلاند على مسرح كازينو لبنان مساء الجمعه الماضي وبيستمر عرضها العمل الفني المقتبس من القصه الخياليه اللي كتبها لويس كارول والممتد على مدى ساعه ونص حتى 4 كانون الثاني المقبل. مسرحيه اليس في واندرلاند هي من تاليف رومانوف ارينا موسكو وبتحكي قصه فتاه صغيره اسمها اليس وقعت بطريق الخطا بحفره ارنب ووجدت نفسها بوندرلاند وبتبلش باختبار العديد من المغامرات، حلو لازم نحضرها نعم ناخذ اولادنا ونحضرها ضروري الف <applause> 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 مبروك للكاتبه زينب فياض روايتها الثانيه فان رقم اربعه اللي وقعتها بمكتبة فيلوسوفيا بحضور نخبة من الأصدقاء والأكاديميين وهالرواية بتجسد قصص الحب والحرب والحكاية اللي بيخبوها الناس خلف وجوههم وملامحهم المتنقلة بهالفان الصغير من منطقة لمنطقة حلو لفتني عنوانها هالرواية فان رقم أربعة لفتني انا كمان كثير ولفتني كمان عنوان قريت على الفيسبوك اليوم الصبح يمكن عنوان روايه بيقول رجل يقرا يمكن الى رجل يقرا هي روايتي رجل روايتك انت ما بتحب تعملي دعايه لحالك يعني بس لفتني كثير العنوان خلص هلا لك اياه هلا ذكريني هلا تذكرت تذكرته الى رجل يقرا شو شو الفكره من الـ شوي من القصه؟ الى رجل يقرا الانثى بالشكل الصح يعني اه واو حلو كثير <applause> فرح اياها اليوم وتعطيني رايك فيها بكره واو حبيت كثير عن جد اوقات العنوان يعني كتير مهم العنوان لانه أكيد. هو بيبقى هيك مثل هيدي النافذه يلي بخلينا يا نتحشر هيك لما نعرف شو في جوا يا اما بتحسي خلاص والاجمل ما. لما يكون المضمون بيشبه جاذبيه العنوان يعني صحيح 100% اوقات لانه بننغش بنقرا عناوين حلوه وجذابه بيطلع على المحتوى هيك شوي فارغ انا يعني. بنصحك هلا يعني بهالقعده بالبيت وبهالبرد تكثفي قراءه وتبلشي ب الى رجل يقرا خلص <تصفيق> وعد <تصفيق> وهلا رح نكون مع المتفرقات <applause> آه للاسف رح تبلش بخبر وفاه الفنان ريني بندلي عن عمر يناهز 70 عام وهو برصيده اكثر من 200 اغنيه لحن وكتب العديد من اغاني اسره بندلي الفنيه المؤلفه من 12 فرد وهو تفرغ من بعدها لبنته ريمي بندلي ولكتابه اغانيها وداعا اكيد للفنان الراحل وبيبقى هيك ذكرى اكيد رح تبقى مؤبدة بذاكرة أكيد كل مثقف وكل مواطن لبناني منقول مبروك للبنان افتتاح موسم التزلج امبارح تم الأحد كان افتتح موسم التزلج بالأرز وعم نشوف مشاهد من بيستات الأرز مغري جدا جدا مغري <applause> والعالم تهافتت مع أنه كان الطقس منه كتير حلو امبارح واليوم تم افتتاح بيستات المزار وبدنا نقول انه البيستات هيدي السنه قرروا يوطوا اسعارهم لحتى يشجعوا اكثر كميه من الناس واكيد نظرا للاوضاع الاقتصاديه الراهنه اخذوا هالامر بعين الاعتبار وبدل ما يزيدوا اسعارهم على منيح لانه لو كانت بقيت ما كان حدا رح يروح بتعرفي في كثير لانه من يعني هواه التزلج اللي بيبقوا ناطرين هالموسم يمكن صح. بيقعدوا بلا اكل وشرب <تصفيق> <تصفيق> بس لحتى يستفيدوا من الموسم فكتير حلوة هذه اللفتة نتأمل هيك أنه يجي كتير مغتربين نتأمل إنه من البلدان العربية المحيطة فينا انهم يشجعوا السياحة بهالموسم في لبنان ويجوا على مواسم التزلج يقدروا يستفيدوا حتى الاوتيلات لازم يخفضوا اسعار التيكتس لكان كمان ليشجعوا أنا تيكتس ما عندي فكره عنهم بس بعرف انه الاوتيلات بمناطق فريا وكفرد بيان كتير وطوا اسعارهم م -م. وحتى يعني لليله راس السنه معود الشاليات يكونوا كتير غالي اجارهم كتير صار في انخفاض بالاسعار لحتى يشجعوا اكثر كميه من الناس انه تروح فشو بدنا احلى من هيك ان شاء الله يا رب هيك نلاقي كميه زوار بتليق بمستوى, بمستوى هالبلد وطموح الشعب اللبناني أصدر الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات للوقاية من خطر الإصابة بنوبات قلبية وحوادث سير خلال فترة الاحتفال بليلة راس السنة اولا ارتفاع خطر الاصابه بنوبات قلبيه ينصح بما يلي بتجنب المجهود الجسدي الشديد والارهاق والضغط النفسي هي ما بعرف كيف يعملوها <applause> هيدي صعبه انه بدنا نتجنب قد ما فينا الضغط النفسي بشرب الماء واخذ فترات استراحه بالسهرات بعدم الافراط بشرب الكحول بالمحافظه على درجه درجه دافئه للجسم من خلال ارتداء الملابس الخاصه بفصل الشتاء او التي تقي البرد عند الشعور بالم او انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التاليه الجلوس والراحه طلب سياره اسعاف ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانه بالطبيب المعالج اذا وجد ثانيا ارتفاع خطر حوادث السير خلال فتره الاعياد الخطوات الواجب اتخاذها للتخفيف من هذا الخطر هي يجب على من يتولى القياده انه عدم احتساء المشروب الكحول عدم القياده بسرعه مفرطه ومتهوره احترام قانون السير الاشارات تقاطع طرق, طرق ووجهه السير احترام تعليمات قوى الامن بكافه الاوقات عدم استعمال الهاتف الخليوي عند القيادة وضع حزام الأمان بكل الأوقات لجميع الأشخاص داخل السيارة تأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي وجود مطفأة حريق وجود علبة إسعافات أولية ويجب عدم القيادة بحال التعب الشديد أو النعاس ثالثا التسمم بأول أكسيد الكربون يلي بتشمل أعراض الصداع الخفيف دوار التعب والضعف والغثيان ضيق النفس وفقدان الوعي هون ينصح بعدم إشعال الخشب أو الفحم بالأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة بالغرف مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد أنه جميع أنظمة التدفئة والتسخين بالمنزل بتحقق شروط السلامة العامة بحال الاحساس باي من العوارض الانفه الذكر يجب التوجه فورا الى الهواء الطلق، قد ايه بتكثر هالحوادث نريمان. من للاسف صح يعني بس كمان كان في لستة لازم تكون للدوله كمان انه يضوا الطرقات، يضبط الجوار، آه كمان كرمال اللي طبعا دي بس بحوادث. يعني بهيك حاله بهيك وضع بتعرفي ما قلنا الا نحن نعمل مجهود شخصي بغياب الدوله صارت الصليب الاحمر عم تعمل هالدور وكل مواطن عم بيكون هو مسؤول تقريبا وهون انا بدي زيد على الصليب الاحمر وادعي المشاهدين وحيا حدا عم يسمعنا انه الصليب الاحمر هن ناس عم بيضحوا بوقتهم ليله راس السنه هن ناس محرومين يكونوا مع عيالهم حتى الجيش محرومين. والدرك يعني كمان نعم محرومين يعني هن سهرانين لرعايتنا فنحن ما نستخف فيهم يعني كيف بنستخف فيهم يعني انا اذا بدي اشرب واسكر وانطفي واعمل حادث لانه انا مطفي وشربان انا بارادتي إبلي غيري وقبلي الصليب الاحمر اللي قاعد ناطرني وبده عرفت يعني عذاب ما بيخلص من وراء تهور الانسان هون كثير مهم نحن نفكر بغيرنا انه ما فينا نبلي غيرنا ونكون كل انسان يكون عنده وعي، يعني اليوم الشرب هو ما مش هو اللي بيعطي سعادة، صح. أوقات الناس بتفكر إنه أنا لا بدي أشرب ليلة لا لأنطفي، ما بعرف ليه، ما قدرت أفهمها هيدي الفكرة <applause> ولا يوم من حياتي. إنه بالعكس ال... لازم يستقبلوا السنة الجديدة واعيين بالقليلة <applause> يعني أصلاً السعادة بتكون على وعي، ولا مرة بننبسط نحن مطفيين، دايماً نحن واعيين بنحس <applause> إنه نحن فعلاً فرحانين ما نفقد الإحساس يعني فهيدي دعوة قد ما فينا ونفكر إنه في ناس يعني في أم ناطرة ولادها هيك ما بعرف في ولاد ناطرين أهلهم مية بالمية نضلنا واعيين لهالموضوع شو رأيك ناريمان؟ أنا بتمنى إنه فعلا يسمعوا ويتبعوا هيدي النصايح لأن كتير رح يخففوا عواقب سلبية بنتمنى إنه الصوت يوصل عبر مريم تي في صحيح إن شاء الله يا رب وهلأ رح نكون مع نصايح دكتور أنتوان شارتوني مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح بحكي عن تشتت الانتباه عند الطفل. منشوف كثير في اولاد ما بيقدروا يركزوا، عندهم تشتت للانتباه وما بيقدروا يعملوا شيء بطريقه صحيحه 100% اغلبيه هالاولاد اذا بنلاحظ الاهل بكونوا شوي بعاد عنهم او مش عم ينتبهوا عليهم كثير. واكدت الدراسات النفسيه انه الاهل كل ما بيكونوا بعاد عن طفلهم كل ما بيكون عنده تشتت للانتباه اكثر واكثر من هيك الانتباه تبعو الاهل هو اساسي للتربيه واكيد للنمو عند الطفل والولاد اللي عنده تشتت للانتباه بدنا نحاول قدر المستطاع يكون في عندهم نظام تدريسي اساسي ومنظم لهم بالمدرسه والام والاب بالبيت لازم كمان يكون عندن اذا بدكم بروجرام او برنامج بيتبعوه لمساعده طفلن يلي عنده تشتت للانتباه ويلي اكيد من خلال التكرار ومن خلال الانتباه الولد رح يتخلص من هل... اذا بتكون من من التشتت الانتباه ويصير يركز اكتر واكتر على الاشياء يلي عم يدرسها أنا بشكركم وبشكر استماعكم وأكيد إذا الله راض بنلتقى بحلقات جديدة. آه شكراً دكتور شارتوني على هالنصيحة. آه أنا قريت هيك بمحل آه ماني أكيد من المرجعية بس إنه تشتت الانتباه هو آه عارض صحيح. من عوارض يعني هو من هو المرض بحد ذاته ولكن هو من عوارض امراض يعني يمكن تكون ناتجه عن يعني صار يعني كتير هلا كمان منال في إلها اسباب هذا التشتت صار له اسباب منهم البي اس يعني كتير حكيوا بمواضيع عن م. عن البي اس 4 عم بتخلي الولد يكون متشتت وما عم بيقدر يركز ولا ينتبه بالصف صحيح ف... لازم كمان ننتبه لهذا الموضوع مش بس غياب الاهل في اشياء كتير في اشياء كتير ما هو كمان يمكن هي السبب الاساسي غياب الاهل مهم. يلي من وراء يمكن بصير الولد قادر يلعب باسفور بكميه غير صح. محدوده عم يقدر عم كمان يفرط باكل الشوكولا عم بيصير في قصص كثير هي كلها من وراء عدم رعايه الاهل لاطفالهم عدم وجودهم وتوفرهم اغلبيه الوقت اوقات ما بيصيروا بيخلوا ابنهم يعوض غيابهم أكيد يعني ما ما بنحط ملامه على الاهل لانه في اهل مضطرين نعم. انه كمان ايامنا صعبه وهلا بهالايام بتحسي انه الرجل عم يتكل كمان بمحال على المراه العامله يعني عم عم يسعى لانه يتزوج حتى من امراه عامله في امور كمان بنقدر نساعد اولادنا فيها يعني انهم يقدروا بتنمي لهم قدرتهم على التركيز مثل القراءه بشدد عليها كثير نعم كثير مهمه لانه الولد يصير يركز نعم بس هون هي والموسيقى الكاميرا. كمان مهمه يعني بنرجع على نفس المحل انه على وجود الاهل لانه اذا الاهل مش موجودين ما رح الاولاد يشوفوا تيتا او أهلون. جدو <تصفيق> <تصفيق> ايه ساعتها بركي بنعطي هذا الدور للتيتا انه هي بركي تقرا قدامهم تخبرن اخبار ما بعرف أنا،, أنا،, انا امي بتالف لهم اخبار <applause> بس صاروا يعرفوا قبل كانت على اساس انه هي عم تخبرهم قصه هلا صاروا بيعرفوا انه هي بتخترع القصه هيك بتكي يعني عندها عنده قدره انه تخترع اخبار قد ما بدك <applause> فصايرين بيقولوا لها يلا تيتا انه قال شو قصه هلا مهضومين التيتا وجد اكيد دور وجه تحيه لامي ولامك كمان بهالمناسبه يعني وانا كمان وجه تحيه لوالدتي ولخالتي كمان امي الثانيه اكيد عم تحضرني لان <applause> نعم وهيك ما بتحب تضيف شيء ناريمان لا بتمنى انه يكون نكون قدرنا نوصل شيء للمشاهدين ويكونوا قدروا يكتسبوا او نكون قدمنا اشياء مفيده باذن الله وهلا مشاهدينا رح نكون مع بريك وبنرجع من بعده